بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وبشأن فرض مزيد من العقوبات. أيضا تطرقنا إلى مسألة تعزيز الأمن في دول البلطيق، وهنا أود أن أتوجه بالشكر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى الحلفاء الآخرين الذين يساهمون بالفعل في إرساء الأمن ووضع الأمن، والذين يساهمون أيضا في إطار الناتو. بالطبع فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، نحن مسرورون إزاء الوجود الدائم لي القوات الأمريكية هنا في لاتفيا، وطبعا نحن لا نخاف بعد ذلك أي اعتداء من روسيا. ليس لدينا أي أسباب لنفكر بأن روسيا سوف تغير من سياساتها. قبل أن أعطي الكلمة إلى زميلي، أود أن أسلط الضوء على فكرة أننا ندعم أو مع دعم أو نحظى بدعم من الوسائل الإعلامية التي تمثل الإعلام الحر، لا فقط من خلال أو نقدم لها الدعم من خلال تسهيل عملهم هنا وخارج روسيا وبيلاروسيا، وأيضا نتأكد من المواطنين الروسيون الذين يحصلون على أو لديهم وصول إلى معلومات غير منحازة وصحيحة، وبعيدا ذلك بعيدا عن الدعاية الروسية. طبعا الآن أعطي الكلمة إلى زميلي. تحياتي، شكرا جزيلا. وبالفعل من الجيد دائما أن أعود إلى هنا، ولكن تمنيت لو كان هذا اللقاء بظروف مختلفة. طبعا أحيي العمل الرائع الذي قمتم به في لاتفيا، أنتم تستضيفون وتستضيف حلفاءنا في الناتو. هذه روح العمل تستمر في أو استمرت طوال الأسابيع الماضية، حيث عملنا معا مواجهة هذا الاعتداء الروسي ضد أوكرانيا. نحن هنا اليوم في الاحتفاء 100 للعلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية ولاتفيا. عندما كنا هنا في ضمن اجتماع الميتو منذ بضعة أسابيع، تكلمت عن وثاقة التعاون بين دولتين، لا سيما منذ استقلال لاتفيا منذ 30 عاما. لدينا طبعا اعتماد نفس المبادئ الديمقراطية والحرية، وقلت أن هذه المبادئ قد تكون ربما كانت غير واضحة في ذلك الحين منذ بضعة سنوات، لا سيما مع وجود الأنظمة الأوتوكراتية، ولكنها أساسية من أجل إرساء الأمن والسلام. وطبعا هذا انعدام الوضوح هذا تجلى وأصبح واقعا الآن، وأي تساؤل حول أهمية أو مدى أهمية حماية هذه المبادئ، أعتقد أن الإجابة أتت عن مثل هذا التساؤل بسبب التطورات الماضية. منذ بدء الغزو ضد أوكرانيا قتل مئات المدنيين وجرح المئات، أكثر من 1.5 مليون من الأشخاص لا سيما الأطفال والنساء اضطروا إلى أن يهربوا من أرضهم، والمزيد والمزيد من الأشخاص يحاولون الفرار لكنهم لا يستطيعوا أن يخرجوا من المدن المحاصرة. في الأيام الماضية عدد من الضربات قتلت وأصابت المدنيين فيما كانوا يحاولون أن يخرجوا من هذه المناطق المحاصرة من القوات الروسية. نساء ورجال وأطفال وأشخاص ذات إعاقة حاولوا أن يفروا من هذه المدن، مدن غير مزودة بالكهرباء ولا بالتدفئة، وطبعا هي تنفذ منها الأدوية والأغذية. وطبعا هناك هجمات متكررة من القوات الروسية على أماكن مدنية. رأينا مشاهد كهذه منذ قبل في أوروبا. كل روسي عاش وتعلم من الدروس التي تم استخلاصها من الحرب العالمية الثانية، حيث تم تجويع الشعوب على مر 900 يوما، مما أدى إلى مئات الوفيات. طبعا هذا طال مئات من العائلات، ومنهم طبعا السيد بوتين الذي توفي أخوه بعمر سنة واحدة. الآن
ما تقوم به روسيا أمر مخزي. العالم يقول إلى روسيا أوقفوا هذه الاعتداءات مباشرة وعلى وجه العجلة. دعوا الأشخاص يفرون ودعوا الأغذية والأطعمة تدخل إلى هذه المدن. أنهوا هذه الحرب التي اخترتموها ضد أوكرانيا. الشعب اللاتفي الذي عاش ضمن الاتحاد السوفيتي والاحتلال السوفيتي يفهم تماما أهمية دفاع العالم عن حرية الشعب الأوكراني، ولاتفيا قامت بذلك. قدمت الدعم الأمني بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات والذخائر والإمدادات الطبية، والشعب اللاتفي أيضا وقف إلى جانب الشعب الأوكراني مع الكثير من التطوعات والتقديمات. أكثر من 9,000 من اللاجئين تعهد الشعب اللاتفي أن يستقبلهم في بيوتهم. لاتفيا تستمر بالوقوف إلى جانب حلفائها، ونستمر بالوقوف إلى جانب أوكرانيا. نحن نعزز أمننا من أجل تمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها.